لأن هون دي البلجيسي قواعد يونال ما دورمو، يعني حالة الاتجاه، معنى الاتجاه. يعني مثلا أنا لما بدي أروح لمكان، مثلا أذهب إلى، نستخدم إلى أكثر شيء، إلى الحديقة مثلا، بان باركا دي ديورم مثلا، أنا أذهب إلى الحديقة. فهون هن مشان الاتجاه بيضيفوا اللاحقة اللي هي آ أو آ. طيب إمتى يستخدموا الآ وإمتى الآ؟ الآ بيستخدموها إذا إجوا الكالون هارفلر اللي هن هدول آ أ أو أو. الآ بيستخدموها إذا إجوا آ إي أ يو اللي هن إنجا هارفلر. هيكي إذا إجا حرف صوتي، إذا كان آخر حرف حرف صوتي، منضيف الياء اللي هو إيش؟ الفاصل بين حرفين صوتيين. هيكي في عنا نوت هون، ملاحظة في قاعدة الكاتشب، طبعا مو بس هون، بكل القواعد اللي تحت اللي رح ناخذهم بيكون موجودين، نستخدم قاعدة الكاتشب. ك ت ت ب، هدول الأحرف إذا أجوا يقلبوا، يعني ليكون تحت، إذا أجا ب ت ت ك، ال ب بيقلب إلى ب، وال ت إلى ج، وال ت إلى د، وال ك إلى ج، مرات ج ومرات غ. هي اسمها قاعدة الكاتشب. إمتى؟ إذا أجا بعدهم هدول الصوتيين الآ والآ اللي هي للاتجاه، اللي معناها بالغالب إلى، معناها إلى، يعني نستخدم ك ت ت ب كاتشب. هدول الأربع أحرف بيقلبوا إلى هدول الأربع أحرف أو الخمسة، مرات غ ومرات غ الك. بكي الملاحظة الثانية، لا بالأمثلة بنفهم أكثر. الملاحظة الثانية، في عنا هدول الكلمات الثلاثة، هدول ضمائر بان سان أو، دول ضمائر اللي هي أنا أنت أنت هو هي. بان سان أو هاد لما بنستخدم للاتجاه، مثلا يعني كيف رح يكون؟ بانا إلي، طنا إليك، أنا إليه، يعني بدنا نضيف الآ لألون. هاد هدول استثنائيين، ما بنكتب بانا، صير بانا. سان آ هي لازم تكون سنة، بس لا بنكتب صنا، والأو نضيف لها إن وآ كمان استثنائي، تصير أنا. بانا إليا، صنا إليك، أنا إليه أو إليها. نشوف الأورنك شو نستخدمون. هي ده أورنك. هر صباح، كل صباح، إيش هي جزر الكلمة، إيش عمل، إيشا ضفت لها الآ، إيشا جيديورم، بس شفنا الجيديورم بدنا نضيف الآ اللي هي للاتجاه، إلى العمل، كل صباح أذهب إلى العمل، إيشا إيشا، يعني ضفنا هون للإيش ضفنا له الآ. ليش الآ؟ لأنه إجا الإنجارف. إيش الإنجارف هون؟ الإي صح؟ الإي وين؟ ليك هون إنجارف. إيش بياخذ؟ بياخذ آ، آخر حرف حرف صوتي؟ لا، إذا مو صوتي ما نضيف الياء، إذا كان في صوتي نضيف الياء. إيشا إيشا جيديورم، أذهب إلى العمل، إيشا جيديورم. يعني هون في اتجاه، أنا عم بتجه باتجاه مكان العمل. بكي أيرت من؟ المعلم. دارسة دارسة باشليور،
يعني المعلم يبدأ بالدرس، بالدرس. يعني شوفوا هون هو أغلب بالغالب يعني بيكون معناه إلى، لكن هون إجا بالدرس مثلا. كان حرف جر بي. أورتمن درسة باشلıyor. كدي، كدي القطة. آج، شوفوا هون استخدمنا النوت الأول، الملاحظة الأولى، قاعدة الكاتشب. إيش عاملين هون؟ آج، آج معناه شجرة. آخر حرف بيكون تشي، وضفنا له الآ. كدي آجا ترمانيور، يعني القطة تتسلق على الشجرة. مثلا هون إجا الآ، هون التشي إجا بين حرفين صوتيين فقلب إلى إيش؟ إلى تشي، حسب القاعدة اللي تحت اللي هي بي تشي تي كي. التشي بقلب إلى جي، فهون التشي قلب إلى جي. مو هنشوف تحت شايفينها، ليكا التشي بيقلب إلى جي إذا إجا بين حرفين صوتيين، أو يعني إذا ضفنا للآ أو الآ، يعني الاتجاه، لاحقة الاتجاه. بكي يعني القطة لوين طالعة؟ يعني عم تتسلق على الشجرة، عم تتجه لفوق، عم تتسلق في اتجاه هون، فنضيف الآ. آجا، آجا ترمانيور. هيكي أنم أمي بانا، شوفوا استخدمنا الاستثنائي ضمير بانا. شاي فيريور، الأم بتمد الشاي صح؟ يعني هون المعنى أنم أمي بانا شاي فيريو، أمي تعطيني الشاي. لمين تعطي؟ إلي. فهون أمي عم تمد الشاي إلي، فالبرمك هون الإعطاء كمان بيجي معه ليش؟ الاتجاه بانا. يضع إذا بدنا نقول مثلا غير البانا بصير صانا، صانا شاي فيريور، أو غير الشاي، شيء عم يعطيك إياه ففي اتجاه، فبدنا نستخدم هاي القاعدة اللي هي للاتجاه بانا صانا. يمكن نستخدم اسم مثلا أحمد، أنم أمي أحمد، أحمد اسم، نحط الكاسمة إشارتي لأنه اسم علم. أحمد أضيف الآ لأنه إجا آخر حرف صوتي إيش؟ آ، فالآ إيش بياخد؟ بياخد آ. أحمد مثلا إيش عم؟ تلفون بيريور، تلفون بيريور تعطي. اكتب هون أنم، بداية بداية الجملة لازم الحرف يكون كبير. أنم أردن أنم أمي أحمد تلفون فيريور، فهي تشيل التليفون وبتمده لأحمد، فلهيك لأحمد أمي تعطي الهاتف لأحمد. فهون أمي تعطي الشاي لي، بمعنى أنه أمي تعطيني الشاي، أمي تعطيني الشاي. شاي فيريو بانا. هيكي أورانجيلر الطلاب، كتاب أصل الكلمة إيش؟ كتاب، هي عارفي كتاب هيك بتنكتب كتاب با. شوفوا البي قلب إلى إيش؟ إلى بي، يعني ليك الكاتشب البي يقلب إلى بي. أورانجيلر كتابا باكيور،
هون كمان الباكمك نظر، باكيور ينظرون، أورانجيلار جمع، لأنه هون في أورانجيلار يعني الطلاب ينظرون إلى الكتاب، إلى الكتاب كتابة كمان اتجاه، عم ينظروا لمكان باتجاه، لإيش؟ للكتاب. أورانجيلار كتابة باكيور، ما نقول كتابة يعني ما بتصير، فمجبورين نقلب ال P إلى B، وهون قلبنا ال T إلى J، آجا. Peki, في عنا هون aşağıdaki boşlukları yönelme durumu 2 اللي هي قاعدة أو لاحقة الاتجاه اللي هي الـ A أو الـ A، أنا بيكتب بس وحدة، أنتوا حسب التوافق، مثلا إذا إجا الإنجا بنحط الـ A، إذا إجا الكلن بنحط الـ A، وإذا إجا حرف صوتي يعني آخر حرف كان حرف صوتي نضيف الـ يا اللي هي الفاصل. مثلا بيرفين اسم بنت، بيرفين أوتوبيس بوشلوك بنيور، إيش رح يكون؟ إيبت جواب بيرفليس إيبت أوتوبيس إجل إي فأنا رح ضيف الـ A بس، شو يعني بنيور؟ يعني تركب، فهي تتجه للحافلة أو للباص لتركبه، صح؟ يعني بيرفين تركب الباص، هون ما بنقول إلى الباص، لكن عندهم الاتجاه بيستخدموا الـ A. بيرفين أوتوبيسا بينيور، يعني بيرفين تركب الباص، أوتوبيسا يعني هي بتتجه للباص لحتى تركبه، فلهيك نستخدم الـ A. يعني هي أغلب الاتجاهات تجي مع دول الكلمات. شوفوا هون باكيور، في هون كمان باكيور، جيديور أكتر شيء الذهاب إلى مكان، مثلا مثلا أوفيس جيديور، أوفيس ما نقول أوفيس جيديور، لازم يكون في اتجاه يذهب إلى الأوفيس المكتب. أوفيس جيديور مثلا، إذا جيديور، يرتا جيديور، دينيزا جيديور، يعني لازم نستخدم الاتجاه مع الجيديور أو الجيديورم حسب لاحقة الضمير. بيكي بردا بيرفين أوتوبوس تا بينيور. بيكي هون رح ترجم أدام دينيز بوشلوخ باكيور، شوفوا هون كمان كتابة باكيور، يعني الرجل أدام دينيز اللي هي البحر دينيزا باكيور ينظر، إيفيت دينيزا olacak، دينيزا باكيور أدام دينيزا باكيور، الرجل ينظر للبحر، للبحر يعني كمان صار عندنا هون حرف جر. هيكي يعني عم ينظر لمكان، في اتجاه كمان ينال مع. بيكي بان أنا إذ بوشلوك يريورم أمشي، أمشي يكون في اتجاه كمان، مثلا بان إذ بيت يريورم أمشي، يعني أمشي إلى البيت، ما olacak؟ إيه أينان إيه olacak، لأنه إجا الـ A فأنا راح أضيف الـ A. بان أذا يريورم، بان أذا يريورم أنا أذهب أو يريورم أتمشى، أمشي، أمشي إلى البيت بمعنى. سيلين اسم بنت، يورت بوشتو جيديور أين نويلة يورضا، ليش هون عنا تي يقلب إلى د، صح؟ الت يقلب إلى د، يرضى. نحذف الت
رح يقلب إلى د. طبعا هن بالقاعدة حاكين إنه إذا إجا بين حرفين صوتيين، تمام؟ الكاتشب هي القاعدة هيك، إذا إجا بين حرفين صوتيين، لكن في استثنائيات هيك مثل يورد بيقلب. شوفوا قبلها يعني مثلا قبل التاء ما في حرف صوتي، لكن بيقلب. في مثل هاد استثنائيات يعني. أما هون كتاب، شوفوا القبلة آ والبعد آ، يعني صار بين حرفين صوتيين فقلب إلى ب، هي كتاب مثل هاي. لكن هون التاء مو بين حرفين صوتيين، أنا رح أكتب يرضى يعني د، حيقلب إلى د يرضى، قلب إلى د. طبعا ملتصق فيه، ها صار بعيد. يرضى جديور يعني يذهب أو تذهب. سالين تذهب إلى السكن، السكن البنات يورت. يرضى رح يصير ملتصق فيه. طبعا هون ها استثنائي. بكي سان أو، شوف الأو لشو بيقلب، شلون بصير؟ سان أو أشرب يلان سويليورسون. شوفوا كمان الكذب يعني بمعنى أنت تكذب عليه. يلان سويلمك هي الكلمة كلياتها معناها الكذب، تكذب معنى. يلان سويليورسون معنى تكذب. سان أنت تكذب عليه. ne olacak? ايش حصير؟ evet ona. bak ال o حكينا ال o استثنائي بصير ona. في حدا ما فهم؟ طبعا بالقراءة رح يمروا معنا كثير، ان شاء الله شوي شوي تتعود عليه. اوكي إذا ما حدا عنده سؤال خلينا نشوف هاد. في عنا أوزاكلاشما، شوفوا هذا كان الاتجاه، هون أوزاكلاشما معنى الابتعاد. دورومو حالة، دوروم معنى الحالة، حالة الابتعاد، الابتعاد عن شيء مثلا. فهون نحن لما بدنا نروح من مكان لمكان نقول نحن نستخدم الحرف الجر اللي هو من، من يعني في الغالب الضان دان بيجي معنى من. شوف كمان، شوفوا د د نفسها، الن ن نفسها، مين اللي تغير؟ الأ والأ. الأ دائما بيجي مع الكلن هارفلر، والأ بيجي مع الإنجار هارفلر. A E E U. بكي يعني ها انت مستخدمه الضان دان. اذا بدنا نبتعد من مكان او ننفصل من مكان نروح لمكان اخر، ونبتعد من مكان. بكي في هون قاعده تاني اللي اخذناها فوق، اللي هي فستق تشاب. فستق تشاب على شو بيتحول الدي؟ تبت اينان يعني هون مكان الطان بصير تان. اينان تان تان، والدان بصير تان. طبعا ها بيمشي مع كل القواعد اللي تحت كمان، يعني اذا اجى فستق شاب التي الدي يقلب الى تي، فبصير عندنا الضان تان والدان تان، يعني بس الد إلى ت. والأحرف الصوتية حسب هدول نستخدم آ أ أو أو. الكلن عارفلار بياخد دان، والإنجا عارفلار بياخد دان. هيك هون ما في نوت ملاحظات. شوف الأورنك تاكسيم مكان اسطنبول منطقة. تاكسيم دا في تقسيم، أخذنا الفي قبل. في تقسيم أوتوبيس تان إنيورم. شوفوا هنيك كان يقول أوتوبيسا بينيورم، أركب
أنا اتجه للباص مشان أركبه، لكن هون تاكسيم ده أوتوبستان إنيورم، يعني بمعنى أنا عم أنزل، إنيورم معناه النزول أنزل. هذا الشم ديك زمان أخذناه اليور، أنزل من الباص في تقسيم، أنزل من الباص في تقسيم، تقسيم دا أوتوبيس تان من الباص إني يورم، فأنا بنزل من الباص وببعد عنه مو بتجه له. بيكي أصل كوبك تان، شوفوا هون استخدمت التي لأنه إجا حرف السي استكشاف، هون كوبك معناه كلب، أصل اسم بنت، كوبك تان إجا الآ استخدمت الآ، كوبك تان تشوك كوركيور تخاف، كوركيور معناه تخاف كثيرا، أصل تخاف كثيرا من الكلب، تخاف كثيرا من الكلب كوبك تان، أصل كوبك تان استخدمنا تان لأنه إجا إنجار اللي هي إيش؟ آ كوبك تان، والدي قلب إلى تي لأنه إجا فستك ك ك عارفة فستك تشا هيكي. إسرا إسرا اسم ماركت، التي الأولى هي من مع الكلمة ماركت، ماركت إجا إنجار وجد تي فستق تشاب، فالفستق تشاب بيخلي الدي يقلب إلى تي. Sesim geliyor mu arkadaşlar? İsmail Soğutay. Ben duymuyorum. Evet abi. Tamam. Tamam. Aslan la hay. Esra isim benet. ماركت كان التي الأولى هي من أصل الكلمة ماركت، ماركت تان إجا الآ فبستخدم التان أو التان، هون الفستق تشاب قلب الدي إلى تي، إسرا ماركت تان جيليور تأتي، جيليور تأتي من الماركت، إسراء تأتي من الماركت، ماركت تان جيليار. جانك كمان اسم، اسم شاب. جانك إيش، إيش معنى عمل، إيش تان تكيور يعني جانك يخرج من العمل، إيش تان من العمل تكيور يخرج. قلنا الشي إيش فستق تشاب، فلهيك استخدمنا التان. هيكي مصطفى علي دان، علي كمان اسم، شوفوا بيجي مع الأسماء كمان، أو إذا جاء مع الأسماء اللواحق دائما نحط لهم كاسمي إشارتي. مصطفى علي دان بورج استيو، يعني مصطفى يريد استيور، يريد دين بورش، بورش معنى دين، يريد دين من علي، علي دان، علي دان بورش استيور. مين هو مصطفى؟ مصطفى يريد دين من علي، فهو استخدمنا الدان والجل اي، الاي
inja har ياخد دان استخدمنا دان مصطفى علي دان بورج استيور peki كان هون örnek doğru yani aşağıdaki boşlukları uzaklaşma durumu ha ismi eş uzaklaşma durumu eki dan ile tamamlayalım. Begüm isim binet romantik filmler boşluk hoşlanıyor. Ne olacak? Çuful hoşlanmak daimen hatta ben bizden nehfaz filminin kelimat mesela الكره الحب طبعا الحب pardon الاعجاب hoşlanmak hoşlanıyor يعني الاعجاب معنى hoşlanmak hoşlanıyor يعجب يعني يعجبها بمعنى بيجن romantic filmler يعني الافلام الرومانسيه hoşlanıyor فهون الهوشلانمك دائما اللاحقة اللي قبلها رح يكون الدان أو الضان طبعا ترجم بالعربي مو مثله فيلم لار دان أوتك فيلم لار دان هوشلانيور في عنا الكره مثلا نفرت اديور مثلا نفرت اديور يكره نفرت اديور يعني كمان نحن بالعربي بنقول لا ما بصير مثلا ما بستخدم المن هنا بيستخدم من مثلا علي دان ما عندنا علي حدا هون علي دان نفرت اديور يعني يكره علي بمعنى مثلا علي دان هوشلانيور علي دان hoşlanıyor hoşlanmak hoşlanıyor bana yani معجب بعلي الاعجاب hoşlanmak فهون الهوشلانمك hoşlanıyor nefret ediyor نيناتهم بياخدوا دان او يعني حسب الاسم اللي قبله دان دان تان تان peki annem ummi ben boşluk yardım istiyor yani ummi turid المساعده مني مني انا ben ne olacak benden aynen öyle benden olacak annem benden yardım istiyor yardım müsaade banka li hu el bank boşluk boşluk para para çıkıyorum çekiyorum pardon çekiyorum para çekiyorum mana ashab el mal para hu el mal el flus bankadan bankadan bir konkliyat konçar bu bankadan para çekiyorum. Yani eshab el mal min el bank. Banka. Peki Almanya boşluk çuful kesme işareti var. Lennu ismalem. Almanya boşluk geliyorum. Almanya'da. Almanya'da. Evet. Almanya'dan geliyorum. Yani ana ati min min وين? Min Almanya. Peki. Ne zaman okul boşluk çıkıyorsun? Tahruc min sıyır kul fil medrese mavzir. Tahruc fe'l. Tahruc bidna istakhdim el dan dan. يعني من المدرسة تخرج من المدرسة
مو إلى المدرسة. وكل دان. إيه كل دان. وكل دان. ني زمان معناها اثنيناتن معناها ني زمان معناها متى. ني زمان وكل دان. Ne zaman okuldan çıkıyorsun? Ne zaman okuldan çıkıyorsun? Meta tahruc minel medrese. Şufu soru işareti. İstifham. Ve sual. Ne zaman? Meta. Ne zaman okuldan çıkıyorsun? Peki. Bir hala ma fahim? Bir hala andu ey sual? في عندك تفضل. الحين اكتب نستعمل هاي تين وتان. ايه متى بنستعمله مثلا في الكلمة؟ انا ما فهمت منها. معناه من العربي حرف جر. بفهم بس اكتب نستعملهم مثلا. ما بتستخدمهم بحي الله مكان، بس لما اخذ معناه من ومعه هدول الكلمات. يعني مثلا هون بانكا بوشلو بارا تكيورو، يعني اسحب. انت تتوقع هو قصده اني ايمتى بتتحول الدان لتان والدان لتان؟ هيك قصدك؟ هيك هيك انا قاعدة الفستق تشهر تتذكرها؟ هاي بي تشي تي كي. لا هذيك كاتشب ولا الثانية. الكاتشب اللي اخذناه قبل شوي. خليني اكتبها. شوف الثانية مثل ما البي عم ننطقها. فستك تشهب. فستك تشهب. هدول الاحرف الثمانية اذا اجوا مستخدم يا تان تان، يعني الدي بيقلب الى تي. تمام. مثلا هون شوفوا اغلبيته يعني اذا بيجي مثلا حرف مثلا هون اجى حرف السي، ليك حرف السي حرف الثاني في السكتة. فالسي نستعمل ايمت تمام. اذا بيجي مثلا اي حرف من في السكتة شاب نستعمل تي او تا. تمام بالضبط. شكرا. جاد هلا هذا تحت انتم تحلوه. هاد وظيفة صفحة 44. هلا نحل اللي فوق. ضل دقيقة يسكر. نحل اللي فوق. هنفوت.